أعزائي المشاهدين مساء الخير. لقد أثبت التجارب أن الشعب الفلسطيني يتجاوز الصعوبات والمحن التي يمر بها ويصمد ويصبر أكثر من صبر أيوب لعدالة قضيته وثقته بقيادة السيد الرئيس محمود عباس برفض الرضوخ أو الهوان أمام الضغوطات والإغراءات. ولم يكن غريبا التماهي بين من ينفذ المشروع ذاته بأدوات وعناوين ومواقع ولكن يحقق النتيجة المرجوة نفسها. لا فرق بين المستوطنين الذين يستهدفون السيد الرئيس والانقلابيين الذين يكررون الشعارات ذاتها، لأن المايسترو المحرك لخيوط اللعبة واحد يستهدف السيد الرئيس محمود عباس لمواجهاته وتصديه لصفقة القرن. ويسجل التاريخ أن منظمة التحرير الفلسطينية استطاعت على مر التاريخ أن تصمد وتفكك الألغام الإقليمية والدولية بفعل تمسكها ومحافظتها على القرار الوطني المستقل بتقديم قوافل الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين الذين يستهدف الاحتلال سرقة أموالهم. فلسطين هبت معلنة للسيد الرئيس اخترناك، ومخيمات لبنان أكدت الوفاء والسير على خطى السيد الرئيس داعمة مواقفه. في هذه الحلقة مخيمات لبنان عهد ووعد للسيد الرئيس محمود عباس. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الخاصة عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الأخ فتحي أبو العردات. مساء الخير. مساء الخير. وأمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية وعضو إقليم حركة فتح في لبنان الأخ أبو إياد الشعلان. مساء الخير. مساء الخير. والكاتب والمحلل السياسي الصحافي الضليع في الملف الفلسطيني الأستاذ صقر أبو فخر. مساء الخير. وأسر الشهداء والجرحى والأسرى في مخيمات لبنان الذين يشاركون في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، بداية لنتابع تقريرا كيف هي احتفالات التأييد للسيد الرئيس التضامنية التي عمت المخيمات الفلسطينية في لبنان. اخترناك شعار موحد رفعه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان دعما مطلقا للسيد الرئيس محمود عباس ومواقفه الحكيمة ورفضا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد البشر والمؤسسات والأرض الفلسطينية وسرقة حقوقهم وأموالهم، وشجبا لانتهازية الإدارة الأمريكية وصفقة القرن التي تأتي تتويجا لوعد بلفور المشؤومة. تجسيد لتلاحم الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده داخل الأراضي المحتلة والشتات، الذين أكدوا العهد والوعد والوفاء للسيد الرئيس وقراراته الصلبة الراسخة كرسوخ زيتون فلسطين. شيب وشباب، رجال ونساء، مناضلون وأسر شهداء وأسرى ومحررون وجرحى ومبعدون خرجوا في تظاهرات ومسيرات واعتصامات ونفذوا وقفات تضامنية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وهم الذين ناضلوا وقدموا الكثير في صفوف الثورة الفلسطينية التي حققت الانتصارات المتعددة وكانت إحدى ثمارها العودة إلى فلسطين، وما زالوا ينتظرون بشغف العودة إلى الأرض التي اقتلعوا منها وحملهم إرثها الآباء والأجداد. رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد الرمز أبو عمار والرئيس الثابت أبو مازن ورايات العاصفة، مؤكدين مواصلة النضال بشتى السبل والوسائل بوعي يدرك الفلسطينيون التناغم بين رفع لافتات من المستوطنين بقتل الرئيس أبو مازن وشعار حماس ارحل يا عباس لرفضه صفقة القرن، فردوا عليه برفع شعار اخترناك رئيسا لفلسطين.
وقائدا لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معاهدين تقديم التضحيات من أجل القرار الفلسطيني المستقل الرافض للإملاءات والضغوطات والإغراءات من الاحتلال ومن يدعم مخططاته بشكل مباشر أو غير مباشر. أعزائي المشاهدين، بعد أن تابعنا هذا التقرير نواصل حلقتنا هنا من قاعة الرئيس ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين في هذه الحلقة الخاصة بعنوان مخيمات لبنان عهد ووعد مع السيد الرئيس محمود عباس. أخ أبو ماهر، عندما تكون القيادة الفلسطينية في محافل دولية في محطات مصرية نلاحظ هناك استهدافا من الاحتلال الإسرائيلي، ويتماهى ذلك مع استهداف من خطف قطاع غزة. كيف تفسرون هذا التناغم في هذا التوقيت بالذات بمواجهة السيد الرئيس لصفقة القرن؟ الحقيقة يعني عهد ووعد ووفاء للرئيس أبو مازن محمود عباس. طالما هذه المخيمات هبت في كثير من المراحل دفاعا عن الثورة الفلسطينية وعن حركة فتح وعن القيادة الفلسطينية واستقلالية قرارها، من هنا المخيمات الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني لم يكن في يوم من الأيام كما مهمشا في خارطة الشتات، بل حمل الراية منذ البدايات وقدم الدماء والتضحيات في سبيل فلسطين ومن أجل فلسطين وحفاظا على الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية. لذلك اليوم المخيمات بأكملها وكل المخلصين معنا من أبناء الشعب اللبناني يكنون كل التقدير والاحترام لشخص الرئيس أبو مازن، لتاريخه النضالي ولشرعيته المستمدة من نضاله ومن شعبه ومن كونه رئيسا لحركة فتح ورئيسا لمنظمة التحرير ورئيسا لدولة فلسطين. لذلك هذا التحرك اليوم ليس غريبا عن أبناء شعبنا الفلسطيني، إن كان على المستوى الحركي أو على المستوى الوطني كذلك الأمر. اليوم ليس أبناء فتح الذين تحركوا فحسب، وهذا واجبهم في المخيمات اعتصاما ودعما واستنكارا لهذه المواقف الجاحدة وهذه المواقف التي تتماهى مع ما يريده نتنياهو، وتأتي في ظل هذه التهديدات التي تتردد على أنسنة القادة الصهاينة بتهديد الوجودي للرئيس أبو مازن، وكذلك الضغط الأمريكي الذي تجلى في صفقة القرن واستهداف القدس التي هي عاصمة دولتنا الفلسطينية وهي العاصمة الروحية لكل العرب والمسلمين. لذلك اليوم وكذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر حجب الإمكانات عن الأنروا، موقف الرئيس كان موقفا متميزا، هو عبر عن موقف الشعب الفلسطيني أفضل تعبير برفضه لصفقة القرن، وهو أول من رفض صفقة القرن وقال يجب أن نقف في وجهها وأن نسقطها، مش بس نحن بدنا نعلم موقف ضدها، قال يجب أن نسقطها كذلك الأمر، أن نسقطها بوحدة الموقف الفلسطيني وبالالتفاف حول موقف السيد الرئيس الذي عبر عن الشعب الفلسطيني كما أسلفت بكل ألوانه وبكل تكوينه. لذلك اليوم عندما نحن اليوم نتحرك في المخيمات الفلسطينية هنا في لبنان، نتحرك وفاء للرئيس أبو مازن على هذا الموقف العظيم الذي وقفه، نقف معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، نقف معه في مواجهة صفقة القرن والسياسة الأمريكية التي تحاول مس الثوابت الوطنية الفلسطينية، نقف معهم وأسر الشهداء معنا اليوم والجرحى، لأن أسر الشهداء والجرحى هم أول من أنصفهم الرئيس أبو مازن، لأنه نحن نعرف أن منذ فترة كانت مخصصات الشهداء هنا لا تساوي في أكثرها $100، اليوم عدلت 4 و5 أضعاف. لذلك أسر الشهداء اليوم يتضامنون مع الرئيس أبو مازن، كذلك الأمر في الأمور الصحية وفي الضمان الصحي. اليوم صحة الإنسان الفلسطيني اليوم كذلك الأمر قدم عطاء سخيا حقيقة في هذا المجال للضمان الصحي
وصلت إلى من بعد ما كانت 50,000 دولار اليوم أكثر من 450,000 دولار. الضمان الصحي يساهم في مساعدة إخوتنا أبناء فلسطين من كل التنظيمات ومن كل شرائح المجتمع، إضافة لما تقدمه الأونروا. لذلك كذلك الأمر القروض الميسرة، التعليم اليوم صحيح. سموه الطلاب، أنا كنت مجتمع معهم قبل كم يوم، رائد العلم. لماذا قالوا عن الرئيس أبو مازن؟ لأن هناك 1,000 طالب في كل عام يتلقى مساعدات، جزء من أقساطه المدرسية في أي جامعة كانت، ويحمل الهوية الفلسطينية دون أي تمييز بين فصيل وآخر، وتقدم له المساعدة من خلال صندوق الرئيس أبو مازن. وهذه نقلة هامة جدا. لذلك نحن اليوم، وهناك يعني الكثير من التقديمات والكثير من الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لذلك هم اليوم ينتفضون ويتحركون ويعتصمون ويستنكرون ويعلنون تضامنهم مع الرئيس أبو مازن في مواجهة كل التهديدات وكل الإساءات التي تصدر، لأن الرئيس أبو مازن هو مع شعبه، فلذلك الشعب الفلسطيني لابد أن يقف معه كان في الداخل أو في الشتات. أخ أبو ماهر، في مؤتمر وارسو فشل هذا المؤتمر بالتطبيع العربي الإسرائيلي، وكانت القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ التي أكدت على الثوابت بالدولة الفلسطينية والاعتراف بالسلطة الفلسطينية وضرورة الالتزامات ورفض الاستيطان الإسرائيلي. إلى أي مدى يمكن تنفيذ هذه القرارات وإجبار الاحتلال على الانصياع لها؟ شوف، الحقيقة يعني المؤتمر وارسو، كذلك هذا التجمع الكبير الذي كان قبل أيام، منذ البداية نحن كمنظمة تحرير وكقيادة فلسطينية والرئيس أبو مازن أعلم في القمة الإفريقية، أول موقف هو رفض المشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر، لأنه كان يريد أن يحشد ويضيع البوصلة الحقيقة تحت عنوان مؤتمر السلام والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. وفي الباطن الحقيقة كان في عنوانين هم الأساس: تحويل الأنظار عن إسرائيل كعدو، وتحرف البوصلة باتجاه إيران من أن إيران تشكل خطر وليس إسرائيل. وهذا شيء نرفضه نحن في هذا الموضوع في أدبياتنا وفي نضالنا وفي ثوابتنا الوطنية، نحن في منظمة التحرير وفي حركة فتح. قضية الثانية اللي كانت الحقيقة يريد تمريرها هي موضوع التطبيع، أن يجلس كل الوفود بما فيهم الوفود العربية على طاولة واحدة مع الإسرائيليين، وهذا كان شيئا خطير الحقيقة. في وشفنا المشهد نحن قديش كان مؤذي موضوع التطبيع. يعني أرادوا من هذا المؤتمر في وارسو قلب الهرم بالمقلوب، يعني بدل ما يقول المبادرة العربية تعترف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس، أرادوا أن يبدأوا بالتطبيع دون أن يكون هناك تغيير النقاط نعم، فهذا خطير. أما بالنسبة للمؤتمر العربي الأوروبي، أنا برأيي يعني كل البيانات التي تصدر في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وعاصمتها القدس هي شيء إيجابي، لكن ما يراد اليوم، ما نريده اليوم، هو دعم الشعب الفلسطيني من أي مؤتمر كان أوروبي أو عربي. في واجب على الدول العربية تجاه الشعب الفلسطيني هي تأمين الحماية المالية والاقتصادية للشعب الفلسطيني اليوم في ظل هذه الهجمة، في ظل هذا الحصار الذي استهدف مستشفيات القدس واستهدف الأونروا واستهدف كل مكان ممكن أن يشكل يعني قاعدة للصمود الوطني الفلسطيني. لذلك اليوم قرارات الدول العربية أو الأوروبية، نحن نشكر طبعا الدول الأوروبية التي ساهمت في تغطية العجز في الأونروا عام 2018 نتيجة النداءات التي أطلقتها وكالة الأونروا على لسان المفوض العام بيير كرومبل. حقيقة كانت نداءات هامة، قدموا دعم سخي، جاوزنا 2018. اليوم مطلوب دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا ومعنويا وماليا، لأنه هذا الدعم هو يترجم في الحقيقة في دعم الشعب الفلسطيني، دعم صموده وفي مواجهة الاحتلال. يعني هذا هو يعني المطلوب اليوم، هو الدعم السياسي والدعم المادي. أخ أمار، سأعود لك. أخ أبو ياس شعلان، عنيت الأسر والاعتقال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل كوادر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في القدس والضفة الغربية. حركة حماس تعتقل كوادر حركة فتح في قطاع غزة. كيف تفسر هذا الاعتقال في هذا التوقيت؟ لا شك في الوقت الذي تقوم به حركة حماس
من ملاحقة واعتقال أفراد وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، ونحن في منظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير وسيادة الرئيس أبو مازن يأخذ مواقف مناهضة للقوى المعادية للشعب الفلسطيني على اعتبار أن حركة حماس هي حركة إرهابية وكان له الدور الكبير في إفشال هذا القرار، كان من المفترض على حركة حماس أن تقدم خطوة باتجاه القيادة الفلسطينية، ولكن مع الأسف استمرت في طغيانها واستمرت في عمليات الاعتقال إلى درجة يمكن خلال 48 ساعة الماضية تم اعتقال العديد من كوادر وخاصة في قطاع غزة. العدو الإسرائيلي لا شك نحن يعني كمنظمة تحرير أو كشعب فلسطيني لا نستبعد عليه شيئا، وهذه يعني واحدة من الجرائم التي تسجل في تاريخ العدو الصهيوني، عملية الاعتقالات للبشر حتى عملية سلب الأرض والجدران، وكذلك مؤخرا العملية الإجرامية اللي أخذ فيها قرار اللي هي وقف أو خصم قيمة مبلغ عائلات الشهداء الفلسطينيين على أي اعتبار إسرائيلي. لكن نحن أيضا نعتبر بأن هذه هي جريمة تسجل على في سجل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. اليوم يعني في مخيمات الشتات أو وتحديدا في مخيمات لبنان أصبح لدى اللاجئ الفلسطيني الوعي الوطني والسياسي في كافة الفئات العمرية الذي يعني يميز ما بين القيام العدو الإسرائيلي بأعماله ضد الشعب الفلسطيني وإفشال أو ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، والذي أيضا نعتبر بأن حركة حماس ومن معها أيضا هم يستهدفوا المشروع الوطني الفلسطيني كخيار كي يكونوا خيارا بديلا لهذه المنظمة وهذا، ويعدوا أو يتفقوا على مشاريع أخرى تنسجم مع مشاريعهم الإقليمية ومن يساهم في دعمهم على المستوى الدولي. أستاذ فخر، انطلاقا مما جرى الحديث عنه، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخصم وتسرق أموال السلطة الفلسطينية الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والأسرى. إلى أي مدى يمكن أن تتحمل سلطات الاحتلال تبعات أي ردات فعل فلسطينية محلية ودولية في المحافل الدولية، وكيف يمكن معاقبتها على هذه الإجراءات؟ الأمر مرهون بإرادة منظمة التحرير الفلسطيني. يعني هذه جريمة طبعا، قطع مخصصات الشهداء والأسرى يمكن نقلها إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن الإسرائيليين يفكرون بطريقة مختلفة. ما فرقاني معهم حدا، طالما ترامب معهم فهم يعني بطريقة فاشية تماما وليس بأي عقل سياسي يتصرفون، بل بعقل انتقامي. هذا ليس سياسة وليس صراع سياسي، بل هو عمل انتقامي محض. يريدون أن يقولوا أن كل شهداء الفلسطينيين، كل الأسرى الفلسطينيين هم إرهابيون، وهذا مستحيل أن تنطبق الحالة على أوضاع شهدائنا وهم يعني منذ انطلاق الثورة الفلسطينية في سنة 65 وهم يعني قوافل من الشهداء تتبع قوافل أخرى. الشيء المعيب بالحقيقة أنه إذا كانت إسرائيل تمارس الانتقام بحق الشعب الفلسطيني وبحق منظمة التحرير، فهذا لا نتوقعه من فصيل فلسطيني. نتوقع أن يتم الخلاف بعقل سياسي، بالعقل السياسي يزين المصلحة الوطنية. نختلف لكن بفهمنا للمصلحة الوطنية. طول عمر منظمة التحرير الفصائل بتختلف مع بعضها، بيختلفوا بيسبوا بعضهم وبعدين بيتصالحوا بينظموا خلافهم ضمن هذا البيت الذي هو في منزلة الوطن الرمزي. لكن مع حماس العقل ليس عقل سياسي، يعني معلش هو عقل مشيخي، عقل أعمى لا يقيس المصلحة الوطنية الفلسطينية على الإطلاق. ما بهمهم يشوفوا وين المصلحة، بل بهمهم كمان عمل انتقامي. وأنا برأيي لا يختلف العقل الأعمى عن العقل الصهيوني
في هذه المسألة. ومع الأسف نقول هذا الكلام مع الأسف الشديد، ما بهمنا أن يتقاطع طرف فلسطيني مع طرف صهيوني في أي لحظة من اللحظات، لكن هذا ما يحصل. وأنا برأيي، وربما قلت هذا الكلام في إحدى المرات يعني في تلفزيون فلسطين، دعونا ننسى المصالحة لنتجه إلى العمق أكثر. 25 سنة من التفاوض مع الإسرائيلي ما طلع شيء، بكل بساطة ليش؟ لأن الإسرائيليين ما بدهم نصل لأي تسوي، لما هم مستعدين يفاوضوا 50 سنة. طيب وعندنا 12 سنة من التفاوض مع حماس، المصالحة والمصالحة واتفاق قطر واتفاق مكة واتفاق القاهرة وإلى آخره، بكل بساطة لأن حماس لا تريد المصالحة. وربما آخر برهان على ذلك مؤتمر موسكو. سنتطرق إلى موضوع مؤتمر موسكو، ولكن سستقر، كيف تنظر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتطع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية المعنية بأسر الشهداء والجرحى والأسرى في وقت تؤمن إيصال الأموال إلى حركة حماس في قطاع غزة؟ صحيح، هذه مش جديدة. طول عمرها مثلا السلطة الفلسطينية تدفع أموال الكهرباء، وحماس بتجبي الأموال من المواطنين بغزة. طب وين بيروح هالجباية؟ يجب أن تصرف وتنفق على تحسين قطاع الكهرباء أو على أي خدمات أخرى. الحقيقة لا نعرف أين تذهب، لا نعرف. لهذا هو الفرق بين ما يقال أم الصبي، المسؤولية الوطنية. منظمة التحرير مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فبالتالي ما فيها تتخلى أو أن تدير الظهر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن الآخرون مستعدون أن يديروا الظهر لمنظمة التحرير. وهنا أود أن أنبه لمسألة بسيطة وهي معروفة بالعرف الدستوري، إنه الحكومة، أي حكومة ممكن أن يكون للإنسان الفرد أو الجماعة لهم موقف من هذه السلطة. والله أداء الوزير مش عاجبني، أداء الحكومة كلها مش عاجبتي، لي الحق بأن أبدي رأيي وأن أتصرف بناء على هذا الرأي، لكن لا يجوز المس بالشرعية. الشرعية هي منظمة التحرير الفلسطينية، ومصدر الشرعية كلها هي منظمة التحرير الفلسطينية. الآن المس بمنظمة التحرير وبرئيس منظمة التحرير كأنك تمس بالقضية الفلسطينية. ما يجري الآن هو المس بمنظمة التحرير. يا أخي مش خلاف مع رامي الحمد الله، ولا خلاف مع الوزير الفلاني أو الفلاني، هو الشرعية الفلسطينية المستمرة. سنعود إلى موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن ما سألته هو كيف تجد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق في مكان من حقوق الشعب الفلسطيني وتؤمن إيصال مبالغ بطرق معينة إلى من يستولي على قطاع غزة ويخطف قطاع غزة. هناك رؤيتين. الرؤية الأولى طبعا إسرائيل من بهمة تعميق الخلاف بين يعني جهتي الوطن، يعني أنا أخاف يوما ما نطالب بالكونفدرالية بين غزة والضفة الغربية. يهمها دائما تعميق الخلاف وإبعاد قطاع غزة عن الضفة الغربية، هذا سياسة عامة. ففي اللحظة التي تجد فيها أنه حماس شن حملة على منظمة التحرير وعلى رئيس منظمة التحرير، هذه حملة تتساوق مع الحملة الأمريكية. ما ننسى أنه الرئيس أبو مازن منذ خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل ذلك في المجلس المركزي الفلسطيني بدورتيه، هناك عقوبة أمريكية لأنه قال أنا ضد صفقة القرن وأنا ضد التفاوض وأنا سأسقط الاتفاق الأمني أو التنسيق الأمني مع إسرائيل، وطالب بالمقاومة الشعبية والمقاومة المدنية وكل أشكال المقاومة. هذا كلام ما بيمشي مع الأمريكان. والآن يعاقب مش بس الرئيس أبو مازن بصفته التمثيلية، الشعب الفلسطيني الذي الآن يعاقب. ومع ذلك في رؤية، وهذه قاعدة عامة عند الإسرائيل، فنعمق الخلاف بين أوساط الشعب الفلسطيني. لكن الأخطر أنا برأيي، وهذا ما أخشاه، إنه ما يجري الآن هو تمهيد لما يسمى صفقة القرن. التمهيد إنه قطاع غزة بيدير ظهره للضفة الغربية. هناك حديث عن دويلة في غزة، عاد نعم. الحديث إلى مجدداً، هل هي بداية تنفيذ هذه الدويلة بسيطرة حركة حماس بعد انقلابها على القطاع؟ في كلام صار مكتوب 20 مرة إنه القطاع يصبح ملتصق بسيناء، لكن هناك اتجاه انه بنعمل مشاريع كبرى بسيناء، العريش بين العريش وقطاع غزة، وتكون مجال للعمالة الفلسطينية بدل ما تروح على إسرائيل بتروح لهونيك، وميناء ومطار والتجارة عابرة يعني. وبهذا المعنى يصبح قطاع غزة مش محاصر، مفتوح على مصر
وفي إمكانية لتوظيف العمالة الفلسطينية. يا أخي أنتوا الدولة والحكم الذاتي في الضفة الغربية، يعني بدل ما تكون فلسطين الأصل، قلب فلسطين الضفة الغربية هي قاعدة النضال وقاعدة المواجهة مع المشروع الصهيوني، تصبح الضفة الغربية بما بقي للضفة، يعني بعد المستوطنات أن تضم إلى إسرائيل، ما بقي من الضفة الغربية يصبح حكم ذاتي ملحق بدويلة غزة، هذا اللي بيسموه غزة بلس، غزة زائد منطقة العريش. أما السيادة فتبقى لمصر على منطقة العريش. أنا برأيي كل هذه الأفكار ستسقط ما دام الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير بالتحديد اللي هي مصدر الشرعية لم يوقعوا على مثل هذا الأمر ولن يوقعوا بطبيعة الحال. لذلك أنا برأيي في خطورة كبيرة، ليس فقط تعميق الخلاف بين أوساط الشعب الفلسطيني، بل الأخطر ما يخطط هو المصلحة الأمريكية الإسرائيلية. بالضبط. أخ أبو ماهر سنعود لك، وأخ أبو إياد وأستاذ صقر، بعد الاستماع إلى أسر الشهداء والجرحى في لبنان الذين واكبوا الثورة الفلسطينية وانطلقت الثورة الفلسطينية لتعود إلى فلسطين بعد هذه التضحيات. تفضل. سعاد عبد الهادي من مخيم شتي لمخيم الشهداء. بعد أن أكدت هذه الحركة أنها مؤتمنة على حقوق شعبنا في غزة والضفة والقدس وبرئاسة الرئيس أبو مازن، نطلب من كل الدول العربية تتدخل عشان حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة أسر الشهداء. اسمي وفاء سكر من مخيم شتي لمخيم الشهداء. أنا كمان مش حأزيد على الكلام اللي قالته، احنا بنحيي الرئيس أبو مازن بكل آرائه وبكل شيء بياخده لأنه بياخد القرار الصحيح، وبنطلب من الدول العربية أنه توقف جنب الشعب الفلسطيني لأنه الرئيس أبو مازن على حق والإنسان اللي على حق إحنا معه. وبالنسبة لحقوقنا إحنا كتير انبسطنا وقت الأخ أبو مازن عدل معاشاتنا وتحسنت وصرنا من أحسن لأحسن، وأكيد إنه كمان عم بيطالب لنا وبعده ما زال عم بيطالب. يعطيكم العافية. أنا كفاء قاسم مخيم شتيلة، كمان بحيي سيادة الرئيس أبو مازن وألف تحية لفلسطين وأهلا وسهلا بالموجودين كلياتكم. نحن كتير منجدد العهد والوعد لسيادة الرئيس أبو مازن وبنشكره على كل شيء عم بيعمله كرمالنا، ونحن معه اخترنا وبيعنا ومعه بكل شيء عم بيعمله وبكل شيء عم بيطلع منه، لأنه فعلا هو لما بقول إنه ما لو ضل في معه قرش واحد حيوزعنا على الأسرة والشهداء، هذا نحن منجله الاحترام لإله. فسيادة الرئيس بنشكرك كتير والله يقويك، وإن شاء الله بضلك ثابت على الثوابت، الله معك وشعبك معك ويا جبل ما يهزك ريح. أخ أبو ماهر، انطلاقا من ثوابت السيد الرئيس بأنه لو بقي قرش واحد سنصرفه على أسر الشهداء والجرحى والأسرى، إلى ماذا يطمئنكم ذلك؟ الحقيقة أنا طبعا بشعر بمعاناة شعبنا الفلسطيني، وبشعر أنه الحقيقة يعني في شتيلة، لأنه أنا دائما بروح شتيلة وبرج البراجني ومخيمات جنوب وعين الحلو والميومية، طبعا في معاناة وفي أوضاع قاسية وفي أوضاع صعبة موجودة، وهذا طبعا بيخلينا نحن يكون عندنا إصرار على تحسين أوضاع أهلنا في المخيمات. إحنا اليوم الحقيقة يعني العنوان اللي عم نحكي فيه هو المخيمات الفلسطينية وتحت عنوان الوفاء للقيادة الفلسطينية، وإحنا اليوم جزء من القيادة، كل الشعب الفلسطيني، كل فلسطيني هو عضو من منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي هذه المعاناة التي طالت من أكثر من 70 سنة بنعرف أنه يوما ما إن شاء الله حيجي، وبالتالي هاي دولة الاحتلال اللي اليوم أخذت أرضنا وهجرتنا وما زلنا بعدنا بمخيمات، لكن نحن بنؤمن بحتمية أنه لابد ما يجي يوم ونحن ننتصر، لأنه للباطل الجولة لكن للحق ألف جولة، لأنه نحن أصحاب حق. إحنا شو بميز قضيتنا؟ أننا أصحاب حق وقضيتنا عادلة، عشان هيك بوقف معنا العالم كله. فاليوم كل الكلام اللي انحكى بهذا الموضوع هو كلام بقلب الموضوع،
لأنه اليوم إن إحنا ما فينا نفصل حالنا عن القيادة. لما بتتعرض هذه القيادة إلى محاولات تهديد أو محاولات إساءة من مين ما كانت تكون، سواء كانت إسرائيلية أو أمريكية أو من ذوي القربى، يجب أن يكون لنا موقف واحد، موقف واحد نحن بالمخيمات أوفياء لقيادتنا وأوفياء لشهدائنا وأوفياء لأسرانا. رئيس أبو مازن لما حكي معه الرئيس ترامب إجا على فلسطين وقال له يجب أن توقف دفع هذه الأموال لأسر الشهداء لأنهم إرهابيين، قال له هدلون مش إرهابيين، هدلون مناضلين بنادلوا من أجل فلسطين، ولو بقي معي $100 سأصرفه على أسر الشهداء. هذا موقف مبدئي ومش مني، لا هذا موقف مبدئي هو ترجمته أنه نحن نضلنا محافظين على أمانة هؤلاء الشهداء عنا، لأنه هم استشهدوا بالتالي تركوا لنا أبناء يجب أن نرعاهم على صعيد التعليم وعلى صعيد الراتب وعلى صعيد كذلك الأمر العلاج وكل ما إليه في هذا الموضوع. عشان هيك نحن اليوم بنحكي ونحن عن قناعة، بنحكي عن قناعة يعني كلام ينبع من القلب. اليوم اللي بيعلم لي ابني أنا بشكل بيعمل صندوق، هذا الصندوق موازنته ملايين الدولارات، اليوم بيعلم الطلاب الفلسطينيين، هذا نعم بيهتم بالفلسطينيين وبده الشعب الفلسطيني يعيش بكرامة. الكرامة لا تقدر بثمن، في الكرامة وفي الحياة الحرة الكريمة. ونحن اليوم صح بالمخيمات عندنا معاناة كتير كبيرة، وخاصة مخيم شتيلة ومخيم صبرة والمخيمات الثانية، لكن هذه مسؤولية اليوم نحن عم نحاول نحلها بالاتفاق مع الدولة وبالحوار مع الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي والأونروا. وعارفين اليوم المفوض العام لما إجا هون وقابلنا نحن كل الفصائل الفلسطينية قال نحن تجاوزنا 2018 استطعنا أن نؤمن التمويل، لكن بال2019 مش عارفين إذا كانت الدول اللي تبرعت تحت الضغط الأمريكي بتوقف التبرع. يعني بيهددونا داخل الوطن وبيهددونا كلاجئين هون، إحنا ما نرضخ للتهديد. بالتالي الشعب الفلسطيني بده يصمد لأنه هو صاحب حق. إحنا كنا مع وزير الصحة قبل يومين، وزير الصحة اللي هو أخونا الوزير مع الوزير جميل جبق، يمكن سمعتوا فيه، طرحنا عليه كل الوضع الصحي الفلسطيني ووعدنا أنه كل الممرضين الفلسطينيين والممرضات، وأنا بشكرهم بتوجه لهم من على شاشة التلفزيون الفلسطيني بالشكر، لأنه كل الممرضين والممرضات الفلسطينيين سيستوعبهم في مستشفيات الدولة اللبنانية. وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من الأمراض العصبية والحالات النفسية سيستوعبهم، والشيخوخة كذلك الأمر اتفقنا على التعاون بيننا وبينه. هذا الموضوع الحقيقة بيصير في إطار التعاون بيننا وبين الدول المضيفة وبين الأونروا والمجتمع الدولي. منظمة التحرير الفلسطينية منظمة سياسية مش منظمة إغاثة، لكن عليها واجب تجاه الشعب الفلسطيني، واجب كبير خاصة في مخيمات لبنان اللي أعطت الكثير لفلسطين اللي هني أبنائها وأخواتها وأمهات استشهدوا بكل حروب الدفاع عن الثورة الفلسطينية وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أثناء الاجتياح وما قبل الاجتياح وما بعد الاجتياح. أخ أبو ماهر، منظمة التحرير الفلسطيني دفعت التضحيات الكبيرة على مر السنوات للمحافظة على القرار الفلسطيني المستقل، الآن هناك استهداف للمنظمة وإعادة الحديث عن طرح أطر بديلة. برأيك ألم تقتنع هذه القوى التي تطرح أطر بديلة أن الشعب الفلسطيني مستعد لأن يضحي مجددا من أجل الحفاظ على ممثله الشرعي والوحيد؟ شوف، منظمة التحرير الفلسطينية اليوم هي بتشكل الكيان الفلسطيني في الداخل والخارج، وهي منظمة التحرير الفلسطيني التي أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية. صحيح. لأنه المجلس المركزي الفلسطيني هو الذي أشرف على الانتخابات وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. اليوم نحن يعني بدنا هذه السلطة الوطنية الفلسطينية تكون ناقل من الاحتلال إلى الاستقلال. هذا الشيء اللي ما قدرنا وصلنا له لغاية الآن، بالناضل أن يكون لنا دولة فلسطينية وأن تكون هذه الدولة دولة لكل الفلسطينيين أينما وجدوا، فيها يطورون هويتهم النضالية والثقافية والشخصية الوطنية الفلسطينية. وبالتالي اليوم منظمة التحرير ما حدا بيقدر يتجاوزها، حتى الإسرائيليين اليوم هذا الاحتلال الإسرائيلي حاول ضرب منظمة التحرير الفلسطينية عبر الاجتياح، وقبله وزير الخارجية الأمريكي اللي قال باي باي لمنظمة التحرير، هو راح وبقيت منظمة التحرير. وشارون إجا على لبنان حتى يقضي على منظمة التحرير، شارون راح وبقيت الشعب الفلسطيني بمخيماته وبقيت منظمة التحرير الفلسطينية.
ما حدا بيقدر يلغي دور منظمة التحرير لأنه في اعتراف رسمي دولي وفي تراكم نضالي عمره آلاف الشهداء، آلاف مش واحد واثنين، هذول استشهدوا من أجل الكيان الفلسطيني والشخصية الوطنية الفلسطينية اللي كانت مغيبة وكانت محطوطة بجوارير النسيان، والفلسطيني كان مهمش وبالتالي ينظر له على أنه فلسطيني، جيب له كرت إعاشة وشهادة تموين بيصطف ليأخذ فتات المساعدات من المجتمع الدولي. اليوم الفلسطيني بيعتبر مناضل وبيعتبر الفلسطيني إنسان مقاوم، والفلسطيني له شخصيته الوطنية الفلسطينية إن كان في الداخل والخارج. أما الجهات اللي بتحاول إن كانت إسرائيلية أو إقليمية أو ما كان شأنها جربت في الماضي وتجرب، لا تستطيع أن تتجاوز منظمة التحرير الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطيني ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهذا ما حدا بيقدر لا يشكل إطار بديل ولا إطار موازي لمنظمة التحرير. بتضل بتمر بفترات عصيبة، بتمر بفترات تراجع، بحاجة لإعادة تفعيل، بحاجة لإعادة تنشيط، لكنها الإطار الموحد الذي يجمع كل الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه المنظمة هي ثابتة. مطلوب بس منا نحن أن نفعلها، أن نلتف حول منظمة التحرير، بالتالي أن تكون الإطار الوطني الذي يجمع كل الفصائل الفلسطينية. نحن عم نناضل من أجل أن نجمع كل الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية حتى نستطيع نحمي المشروع الوطني الفلسطيني. إحنا بحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية رواد للوحدة الوطنية الفلسطينية، لكن على أساس واضح أن تكون أن نعمل من أجل مصلحة فلسطين، فلسطين أولاً في إطار كذلك الأمر عمقنا العربي. اليوم ما بنعتبر نحن فتح، كنا أقول نحن فلسطينيين منطلق، لكن نحن عربية القلب، إسلامية الوجه، عالمية الامتداد. إحنا مش بنفكر بإطار فلسطيني فقط، فلسطيني عمقه عربي إسلامي وامتداده دولي، هيك بتفكر نحن منظمة التحرير الفلسطيني. قبل العودة إلى الأخ أبو إياد، أستاذ صقر وكب منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن في هذه الأيام في ذكرى رحيل أول رئيس لها أحمد الشقيري، منظمة التحرير الفلسطينية دفعت الكثير من التضحيات للمحافظة على القرار الفلسطيني المستقل. كيف تفسر من ولد بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بمحاولة إيجاد أطر بديلة؟ طبعا الله يرحمه أحمد الشقيري والرئيس الأول، والحقيقة أنه يستحق المزيد من التبجيل، لأن هذا الرجل ناضل كثيرا من أجل خلق هوية سياسية للشعب الفلسطيني. وأظن أن أحمد الشقيري والكفاح المسلح الذي جاء قبله وبعده، يعني تعرف فتح بدأ تأسيسا 59 وان كانت الرصاصة الأولى انطلقت بال 65، هؤلاء نقلوا الشعب الفلسطيني من لاجئين كما قال الأخ أبو ماهر، يعني كارت عاشي وطوابير، إلى شعب. وعندما تقول شعب يعني حق تقرير المصير. لذلك لا يمكن أن ننسى هذه السلسلة يعني المنسجمة التي جعلت فعلا اللاجئين يتحولون إلى شعب، ومنهم أحمد الشقيري. الآن اللي عم يحاولوا تحديدا لنقل حركة حماس، بالتحديد حركة حماس لا علاقة لها بالنضال الفلسطيني الوطني الذي بدأ في سنة 65 على الإطلاق، امبارح تأسست. طول عمره الشعب الفلسطيني يقدم الشهداء ويقاتل ويناضل بمختلف فصائله، وهم قاعدين ما سمعنا عنهم، يعني الإخوان المسلمين بقطاع غزة أو في الضفة الغربية أنهم ساهموا في النضال الوطني الفلسطيني. لنتذكر شخصية فلسطينية معروفة، عبد الله عزة، أدار ظهره لقضية فلسطين وذهب إلى القتال بأفغانستان. هذا عقل غريب، أنا برأيي غريب على تقاليد الوطنية الفلسطينية التي تشكلت منذ العشرينات، منذ الانتفاضات الأولى بال21 وبال29 وبال33 والثورة الكبرى بال36. هذه الوطنية يعني ما كان من تقاليدها واحد يدير ظهره للنضال الفلسطيني، والمناضلين العرب الذين صحيح. تطوعوا مثل سعيد العاص الذي استشهد أيضا في فلسطين، وكثير وشهيد معروف سعد ومحمد يزغب صحيح من صيدا، يعني كانوا مناضلين كثر والشهداء كثر، خصوصا اللبنانيين والسوريين آنذاك. لذلك هذا العقل اللي كان قاعد على جنب يبني مؤسسات ويبني من هون مدرسة، لأن عنده أنه والله بده يحول المجتمع كله للإسلام وبعدين بيصير في خليفة، والخليفة هو الذي يقود الجهاد لتحرير فلسطين، يعني وعدينا ب 300 سنة إلى الأمام، بينما كان الشعب الفلسطيني يقدم الشهيد تلو الأسير تلو الشهيد وهكذا. هؤلاء طارئين أنا برأيي على مفهوم الوطنية الفلسطينية.
طارئين جدا. وبهذا المعنى ما عندهم مشكلة إنهم يقوموا بعمل الانقلابي اللي صار بغزة سنة 2007 وهو عمل فاشي. يعني شو معنى أنك تنتقم 400 شهيد راحوا بال2007 غير اللي تقطعت إجريهم كانوا يطلقوا النار على الرجلين؟ هذه لم نجدها أبدا في تاريخ الشعب الفلسطيني. كانوا يختلفوا يمكن يطلقوا النار على بعضهم بالزنات هذا الفصيل أو ذاك عليه رحلوا كم سيارة وبالكثير جريح يعني. فهذه التقاليد جديدة تماما وغير مسبوقة. ومع ذلك يعني بالصدر الكبير لحركة فتح إنه هي أم الصبي بالنهاية بدنا نلملم الأمور من اتفاق لا اتفاق 12 سنة بدون شيء. لذلك أنا برأيي علينا أن نضع خطة بلان بي. خلص المفاوضات شو خطة اليوم التالي؟ أوضح ملامحها الرئيس أبو مازن بخطابه الأخير إنه بدنا مؤتمر دولي برعاية دولية مع الرعاية الأمريكية المنفردة انحيازة بالضبط ومستعدين للحوار ضمن إطار مؤتمر دولي ورعاية دولية وبقية الأمور المعروفة. فيما يتعلق بالوحدة الوطنية الفلسطينية أنا برأيي المصالحة بعيدة المدى لأن هم من أخصخر في موسكو. هناك من يقول أن بعض الفصائل الفلسطينية أجهضت إعلام موسكو، ولكن في وجهة أخرى أن ما جرى في موسكو كشف حقيقة زيف الإدعاءات لبعض الأطر الفلسطينية التي تعمل إلى أجندات خارجية. إلى أي مدى يمكن أن يعري ذلك مواقف هذه الأطر الفلسطينية التي تتغطى بالعباءة الفلسطينية للأجندات الخارجية وتدفع بمثلا موسكو وغيرها إلى الانطلاق قدما نحو رعاية مؤتمر دولي للسلام؟ الروس أصيبوا بخيبة أمل كبيرة حسب ولكن علم. كشفت لهم الأمور ويجب أن يعلنوا كما المصريين تكشفت لهم الأمور ويجب أن يعلنوا الحقيقة كاملة. صحيح. من أخل بتنفيذ آليات الاتفاق كان واضح حركة حماس. صحيح. وأيضا يعني مع احترام الكبير يعني لحركة الجهاد الإسلامي لكن يبدو أنهم سيروهم بهالموضوع. أنا عتبي مش على حركة حماس، عتبي على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الفصائل التاريخية في منظمة التحرير الفلسطينية عليها أن تتخذ موقفا حاسما بالانحياز الكامل لخط منظمة التحرير وبالنقد الواضح والصريح لحركة حماس. هذا الأمر ما عم يتم يعني، وهنا ربما أسمي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وبقية فصائل منظمة التحرير. الآن ما عاد يعني مسموح بأنه نكون نراعي خاطر فلان ونراعي خاطر فلان، في معركة حقيقية الآن على موقع منظمة التحرير الفلسطيني، على الوطن الفلسطيني ولو الرمزي، على مستقبل النضال الفلسطيني. فأنا برأيي علينا أن نضع خطط لا تأخذ بعين الاعتبار المصالحة والسعي نحو المصالحة، وإن كان نتمنى لو تمت المصالحة وإعادة الأمر للوحدة الوطنية الفلسطينية، لكن تجربة 12 سنة تقول علينا أن نضع خطط بديلة وأن نمشي بهذا الأمر بغض النظر من يقبل ومن لا يقبل. أخ أبو إياد، المخيمات عندما تنتفض دعما للسيد الرئيس وتأكيدا على الثوابت التي يسير على خطاها بمواجهة المشاريع التآمرية، كيف تنظرون إلى هذا الصمود وكيف تجدون التعاطي داخل المخيمات الفلسطينية خاصة في هذه اللحظة المفصلية؟ طبعا قبل ما أرد على السؤال لابد أن أشير لمسألة إلها علاقة بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل. نحن نعلم بأن منذ أن أنشأت منظمة التحرير هناك قوى تحاول أن تهيمن وأن تحتوي وتسلب القرار الفلسطيني، وهذا يعني حصل على عدة مراحل واختلفت العناوين من مرحلة إلى مرحلة، وركبنا البحار ووزعنا في مرحلة من المراحل على الصحاري، لكن بعظمة قيادة المنظمة تمكنت من الإفلات من رؤى وطروحات الآخرين واستمرت ووجدت البدائل لإنقاذ منظمة التحرير من الهيمنة ومن السيطرة على قرارها السياسي. بخصوص المخيمات الفلسطينية في لبنان، منذ العديد من السنوات
وهي تتابع بشكل يومي ما تقره وما تقوم وتنفذ القيادة الفلسطينية على المستويين السياسي والوطني. وكان هناك وقفات تضامنية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية مساندة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن. في الفترة الأخيرة أيضا هبت المخيمات لمساندة الرئيس في قراراته، سواء بعدم الذهاب إلى وارسو أو بالمواجهة مع الإسرائيليين بخصوص خصم قيمة رواتب الشهداء والأسرى، وكذلك وقوفه ضد صفقة القرن. نحن يعني لسنا بعيدين كلاجئين فلسطينيين في مخيمات لبنان عن مواقف السيد الرئيس، ونعتبرها ما يعني تنفذ طموحات أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات. لذلك نحن يعني جاهزون في المخيمات للعودة إلى المربع الذي يرتئيه مناسبا السيد الرئيس من أجل الحفاظ وإحقاق حق اللاجئ الفلسطيني في تقرير مصيره. أخ أبو إياد، انطلاقا مما قال الأخ أبو إياد، كيف يمكن تأمين شبكة أمان للاستمرار الفلسطيني لمواجهة الصعوبات في المرحلة؟ شوف، سؤال هام جدا. في قرارات القمم العربية الحقيقة يعني نصت على تأمين حماية مالية واقتصادية، شبكة أمان مالية واقتصادية للشعب الفلسطيني. فمطلوب تطبيق قرارات القمم العربية، وآخرها قمة عمان لعقدات، واللي بالنص الواضح كان هذا الموضوع مطروح على جدول الأعمال. اليوم لأنه اليوم عملية الحصار اللي عم تتمارس ضد الشعب الفلسطيني وضد القيادة الفلسطينية وصلت مداها يعني أبعادها، لأنه آخر قرار أخذوه الإسرائيليين بموضوع المقاصة حسم رواتب الشهداء البالغة حوالي نصف مليار شيكل، يعني حوالي 180 مليون دولار، معاشات أسر الشهداء والأسرى. وهذا موضوع بنعتبره نحن خط أحمر اليوم لا يمكن السكوت عنه، وكل عربي حر يناصر فلسطين من أمتنا العربية بيعتبر أنه هذا الموضوع ويمس الثوابت وخط أحمر. لذلك اليوم تطبيق قرارات القمم العربية مهم، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني قضية مهمة، لأنه اليوم نحن أول مرة بينحكى بشكل واضح أنه هاي المرحلة بعد مشروع ترامب هي تمس جوهر القضية الفلسطينية بالقدس وباللاجئين، يعني بدون إنه منظمة الأونروا، وبالتالي تصبح الشعب الفلسطيني بلا رعاية، وهذا العبء كلياته يحولوه على منظمة التحرير، وبدهم كذلك الأمر ينهوا القدس كما قلت كعاصمة للدولة الفلسطينية، وراحوا أبعد من هيك وصلوا لرواتب أسر الشهداء والأسرى، وهذا بنعتبره نحن من الثوابت التي ممنوع المس فيها ويجب عدم السماح بالمس فيها. وأنا باعتقادي أخي هيثم أنه اليوم في إخوة إلنا عرب لابد أن يتحركوا تطبيقا للقرارات التي اتخذوها، ويؤمنوا شبكة أمان مالية واقتصادية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللدولة ولدولة فلسطين، لأنه هذا بتفرضوا عليهم واجبهم الأخلاقي والأخوي والإنساني والقانوني مع أشقائهم الفلسطينيين. والشعب الفلسطيني اليوم رغم كل هذه الإجراءات، الشعب الفلسطيني شعب من 70 سنة وهو حامل لواء قضيته وحامل علمه، والشعب الفلسطيني ما حمل غير علم فلسطين اللي هو بمشكل بألوانه علم الثورة العربية، وهذا العلم الفلسطيني بده يضل حامله الشعب الفلسطيني لأنه هذا خياره، وبالتالي بيعتبر أنه اليوم نضاله هو جزء من نضال هذه الأمة العربية، وهو يقاتل في الموقع المتقدم دفاع عن كل الأمة. لذلك مطلوب ترجمة قرارات القمم العربية إلى حقيقة واقعة. وطبعا نحن بنقدر كل الإخوة اللي وقفوا معنا الدول العربية، لكن بهالمرحلة مطلوب رفع وتيرة المساعدة وتغطية ما قد تم حسمه
من رواتب الشهداء والضغط على إسرائيل، لأن هذول الأموال اليوم إسرائيل صدرتهم هم أموال الشعب الفلسطيني، هذول مش أموال بنخذهم نحن حسني، هذول أموال الشعب الفلسطيني عائدات جمارك ويصرفوا على أسر الشهداء. واليوم الإسرائيليين شو عملوا؟ عملوا نهب، مش مصادرة، مصادرة كلمة يعني عادية، بيقولوا إجا فلان صادر فلان عمل قرار، هم نهب لأموال الشعب الفلسطيني، نهب وسرقة، نهب وسرقة استخدم تعبير الرئيس، نهب ومنظمة تحرير نهب لأموال الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ صقر، هناك دعوات المقاطعة الإسرائيلية للمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية من قبل العديد من البرلمانات الأوروبية تحديدا، كيف يمكن تفعيل هذه المقاطعة وإيلام الاحتلال الإسرائيلي لإشعاره بفداحة الجريمة التي ارتكبها؟ المقاطعة وهي حركة عالمية على أي حال، اليوم البي دي اس اللي بيسموها حركة عالمية مؤذية جدا لإسرائيل. المقاطعة ليست اقتصادية فقط، طبعا بعض الدول عندها قرارات كل منتجات المستوطنات الإسرائيلية ممنوع الوصول للأسواق، لكن في المقاطعة الأكاديمية أيضا، في مقاطعة الجامعات ما عاد تتعاون مع الجامعات الإسرائيلية، ما بيستقبلوا محاضر إسرائيلي يعني إذا كان أستاذا بإحدى الجامعات الإسرائيلية. هناك شبكة من حركة المقاطعة في العالم الثقافية والأكاديمية والاقتصادية، وهي شديدة الخطورة على إسرائيل، يعني إسرائيل جانين مستعدين يعملوا أي شيء لكسر حركة المقاطعة. لكن أنا برأيي أنا أضع حركة المقاطعة البي دي أس في سياق النضال الفلسطيني في وجهه الجديد، يعني النضال الفلسطيني الآن طبعا قلنا على تدويل القضية الفلسطينية، الآن بدك تواجه خطة ترامب اللي متوقع أن تعلن بعد الانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات حيأتي اليمين، بيني جانتس ولا بيجي بنيامين أو بيتحالفوا، هو اليمين المتطرف لصالح الكيان الإسرائيلي، فلذلك هو تسابق على الأجندة لمن يخدم الكيان الإسرائيلي بالضبط. فعندك نضال هائل بالمرحلة المقبلة، سواء خطة ترامب أو اليمين الإسرائيلي، بدك وحدة وطنية، فكل واحد حاطط لي هلا الآن عائق أمام الوحدة الوطنية ما راح انتظره نهائيا، بدك خطة مواجهة بمختلف الوجوه داخلية ودولية. والمقاطعة حركة مهمة جدا، وأن أشخاص بالفعل يعني من نخبة العالم الذين يتضامنون معنا لأسباب سياسية وأخلاقية وليس لأي سبب آخر، يعني لهم من أصول عربية معظمهم، يعني مش من أصولها، وفي منهم يهود حتى يقاطعون إسرائيل على صعيد المقاطعة الأكاديمية. برأيي وأظن رأينا نتفق عليه أنه المقاومة الآن متعددة الوجوه، مش بشكل واحد، لكن من أهمها تمتين الموقف الفلسطيني. هن صحيح نهبوا الفلوس، لكن لا تستغرب اللي سرق الأرض يعني سيسرق أموال الأسرى والشهداء، لكن هذا أمر لا يمكن التهاون فيه، لازم تدبر الفلوس بأي شكل. أظن أن الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير قادرون، خاصة يجب أن نتجه هو انتخابات المجلس التشريعي، هذه كمان إحدى المهمات السريعة يعني المطلوبة الآن في مرحلة، والتي ترفض حماس إجراء هذه الانتخابات، ترفض لتجري الانتخابات المجلس التشريعي ما فينا بغزة، لتجري في الضفة الغربية والقدس، ومنشيل مقاعد غزة احتياطا، قديش عندهم 30-40 اللي هم لنقول مقعد يكون لهم هذا العدد بانتظار أن تجري الانتخابات يوما ما. يجب ألا نتأخر عن شرعية ودستورية مؤسساتنا الفلسطينية. شكرا أستاذ صقر أبو فخر على هذه المشاركة، شكرا أخ أبو إياد الشعلان، وشكرا أخ أبو ماهر العرداء. شكرا لك، بس بدي أحكي كلمة، بدي أتوجه بالتحية إلى أسر الشهداء والأسرى على هذه الكلمات البسيطة العفوية المعبرة اللي بتوصل الحقيقة من القلب. شكرا لكم كلكم، والشكر إلى أسر الشهداء والجرحى والأسرى الذين شاركونا في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. بأمان الله على أمل لقاء في الأسبوع المقبل، مع تحية هيثم زعيتر وفريق إعداد برنامج من بيروت.